يا اهلا يا دكتور. حقيقة انا جاي اقول لك كلمتين بخصوص علي ولازم امشي على طول. خير؟ قلقتني. باشمهندس انت لازم تقلق فعلا عليه، وتقلق قوي كمان. موضوع المخازن ده صح؟ هو حكى لك عنه؟ لا انا جاي اقول لك ان النهارده اخر يوم لعلي معايا في الصيدليه. ابنك كان هيحبسني لو هو لولا ان ربنا ستر. انا كان ممكن ابلغ عنه، بس انا عملت لك خاطر لاني عارف انت مين. ليه بس؟ وحصل ايه؟ علي خان الامانه، ثقتي المطلقه اللي انا كنت مديها له، انا كنت مسلمه الصيدليه ومخزن الادويه والفلوس كل حاجه. كان بيزور روشتات ويخرج ادويه مجدوله للمدمنين. ما كانش يضحي بنفسه بس وبيا انا كمان. لو مكتب مكافحه المخدرات كان خد خبر كان هيشمع الصيدليه ويحبسنا انا وهو، وافقد اسمي وافقد سمعتي وسمعه الصيدليه. يعني ازاي الكلام ده؟ حضرتك اتاكدت من الكلام ده يا دكتور؟ النهارده هو كان طالب اذن طبعا عادي، وانا كان لازم ان انا اكون ريبليسنج مكانه في الصيدليه. شويه ودخل واحد شكله مريب، برشامجي، انا بعرفه من اشكالهم. قبل ما يدخل كان بيحوم كده حوالين الصيدليه، عمال يعدي قدام الباب رايح جاي ويبص. انا مش عارف بيبص على ايه. كان بيبص على علي، ولما دخل سأل عليه. جرجرته في الكلام وفهمت ان انا ممكن اديله طلبه بس اتأكد، وحكى لي كل حاجة. قال لي علي كان بيعمل ايه، انه كان بيخرج يسلمهم الدواء بره عشان خاطر الكاميرات. هددته وقلت له اني هسلمه، طردته بره، رجعت الكاميرات ورجعت الروشتات ورجعت الدواء. انا كان لازم اسلمه عشان يكون عبرة لكل دكتور ينسى القسم المقدس ويتحول لديرة الحقير للمدمنين. بس أنا عارف حجم الكارثة، خسارة شاب في شطارته وفي ذكائه، خسارة إنه يخسر حياته تبقى نهايته كده. باشمهندس حسن أنا آسف، أنا مش لاقي كلام أقوله لك، مش هقدر أساعدك في ممكن. على إذنك. يا بابا انا موقفك هنا، في حاجة؟ لا قول لي انت ايه الأخبار؟ مفيش حاجة. أنا زعلان إنك دايماً شايفني غلطان، ودايماً بتكبر المواضيع أكبر من اللازم. أنا فعلاً بكبر المواضيع. إن شاء الله ربنا يعوضني على خسارتي. ونعم بالله. طب قول لي هتعمل إيه؟ مفيش، هخش جمعيات وأشتغل لحد ما أعوض اللي خسرته. فكرة حلوة الجمعيات دي. طب ايه رايك تبيع ادويه متجدوله للمدمنين وتكسب فلوس كتير جدا؟ هو بدل الجمعيات بقى وجع الدماغ ده؟ ايه اللي بتقوله ده يا بابا؟ ايه يا بابا اللي بتقوله ده؟ انا ما اعملش كده طبعا. امال انت تعمل ايه يا علي؟ انا قلت لك هشتغل وهتعب، ربنا هيعوضني. ربنا. عارف يا علي؟ الكلام اللي كنت بقوله لك عن الرسائل اللي ربنا بيبعتها دي ما كانش بيبعتها لك انت. عشان انا مش محتاج رسائل، انا عارف انا بعمل ايه ومخطط لكل اللي بعمله كويس. صح. هو كان بيبعتها لنا. كان بيبعتها لنا. عارف ليه كان بيبعتها لنا؟ عشان اعرف حقارتك وسختك يا واطي يا وسخ يا حقير. بقى انت يا دكتور، انت بتتاجر في المخدرات يا دكتور؟ بتضيع نفسك عشان خاطر الفلوس يا علي. يا اخي لعن ابو الفلوس على ابوك انت كمان، لو هتخليك تضيع نفسك.
بابا اللي موقفك هنا، في حاجة؟ لا قول لي أنت إيه الأخبار؟ مفيش حاجة. أنا زعلان إنك دايماً شايفني غلطان، ودايماً بتكبر المواضيع أكبر من اللازم. أنا فعلاً بكبر المواضيع. إن شاء الله ربنا يعوضني على خسارتي. ونعم بالله. طب قول لي هتعمل إيه؟ مفيش، هخش جمعيات وأشتغل لحد ما أعوض اللي خسرته. فكرة حلوة الجمعيات دي. طب ايه رأيك تبيع أدوية متجدولة للمدمنين وتكسب فلوس كتير جدا؟ هو بدل الجمعيات بقى وجع الدماغ ده؟ ايه اللي بتقوله ده يا بابا؟ ايه يا بابا اللي بتقوله ده؟ أنا ما أعملش كده طبعا. أمال أنت تعمل إيه يا علي؟ أنا قلت لك هشتغل وهتعب، ربنا هيعوضني. ربنا. عارف يا علي؟ الكلام اللي كنت بقوله لك عن الرسائل اللي ربنا بيبعتها دي ما كانش بيبعتها لك انت، عشان انا مش محتاج رسائل، انا عارف انا بعمل ايه ومخطط لكل اللي بعمله كويس. صح، هو كان بيبعتها لنا، كان بيبعتها لنا. عارف ليه كان بيبعتها لنا؟ عشان اعرف حقارتك وسختك يا واطي يا وسخ يا حقير. بقى انت يا دكتور، انت بتتاجر في المخدرات يا دكتور، بتضيع نفسك عشان خاطر الفلوس يا علي. يا اخي يلعن ابو الفلوس على ابوك انت كمان، لو هتخليك تضيع نفسك. سكر شوف بقى لو عايز. لا انا بشربه من غير سكر، شكرا. هو انت ما رحتش الشغل النهارده ليه؟ اجازه؟ اجازه. انا سبت الشغل ليه؟ يعني عشان ان شاء الله اروح حاجه اكبر يعني. اوكي، هي بتفرق يعني في المرتب؟ أكيد. قولي لي، قررت أنت وإخواتك هتعملوا إيه في الموضوع بتاعنا؟ أنتوا قررتوا؟ لسه مش لاقيين وقت نقعد. فرح. بس إن شاء الله هنوصل لطريقة يعني. إن شاء الله. هو أنت وأنكل كنتوا بتتخانقوا ليه إمبارح؟ أنا آسفة على تطفلي بس أنا سمعت صوت عادي. لا دي ما كانتش خناقة، ده كان مجرد اختلاف وجهات نظر يعني. اختلاف وجهات نظر. بص أنا بصراحة شفتكم من البلكونة. أنت عايزة مني إيه؟ عايزة أقولك إن ماما بتعمل معايا كده كتير، وأنا اللي بروح أصالحها برضه في الآخر. أنكل حسن طيب قوي، يمكن هي دي الحاجة الوحيدة اللي مخلياني مش عارفة أقرر إن احنا نسيب البيت. أنا عارفة إن أنت مش عايز تتكلم في حاجة، بس أنت صعبت عليا قوي إمبارح. بس عادي، هو دايما الكبير غلطته كبيرة. أول عيل ده بيكون فار تجارب لأهله في كل حاجة. أنا مش فاهم أنت بتقولي الكلام ده ليه؟ أنت عايزة مني إيه؟ أنا آسف يا بابا، أنا مش عارف أنا إزاي سمحت لنفسي إن كل ده يحصل، وإزاي سمحت إن أنا
أكثر كل حاجة أنت ربيتني عليها. عارف أنا كل مرة كنت بعمل كده كنت بسأل أمن نفسي إمتى هوقف أو إمتى هتيجي المصيبة اللي تخليني أوقف. أنا كنت محتاج الألم ده عشان أفوق. شكرا. بص أنا مش هوعدك إن أنا هتغير، لا أنا هستنى لحد ما حضرتك تشوف بنفسك. ولغاية لما تشوف وتتأكد بنفسك أنا هبعد عنك ومش هضايقك. أنا عارف إن أنت مش طايق تشوفني. وأنت مين هيسمح لك إنك تبعد؟ يا علي. يا علي ما تبقاش غاوي توجعني عليك مرتين. أنا بجد آسف. استفاد عني واخد بس معاك يا عم. اتفضلي من غير سكر. شكرا. مالك؟ مفيش. بابا جالنا امبارح، كان بقالنا كتير ما شفناهوش. ما انا عارف شفتكم. كانت قاعده لطيفه يعني، اختلفنا شويه بس عادي. انا سمعت كل الكلام اللي قلتيه لباباكي امبارح، انا اسف على تطفلي. زيك بالظبط. هو مش نفس ده حصل امبارح؟ احنا تقريبا مشاكلنا واحده، انتي محتاجه باباكي وانا محتاج مامتي. لا بس انا مش زيك، كنت هضيع نفسي. انا اسف. لا خالص كلامك صح. طب انت على الاقل عارف انت هتعمل ايه. انا لا. يبقى اعرفي. لو كانت سهله قوي كده كانت اتحلت. انا بخاف. ما تخافيش. انا وقت الجد ما بعرفش اتصرف. انا عملت حاجه امبارح اول مره اعملها في حياتي، قررت اتصالح مع نفسي. بمعنى؟ انا لا عمر حد حبني ولا انا حبيت حد. حطيت طاقتي كلها في المذاكره ونجحت ودخلت صيدله، وجنب النجاح والمذاكره حطيت الفلوس عشان احوش بسرعه واكبر. أنا في حاجات كتير حرمت نفسي منها عشان أحوش. زي إيه؟ اللبس مثلا. أنا ما بجيبش لبس غير لما بزهق، وباخد لبس من بابا. خدت بالي. طاهر ومراد فاكريني بخيل. أنا مش بخيل. أنا باجي على حاجات عشان خاطر حاجات تانية أهم. إن أفتح صيدلية مثلا. طب ما قلتليش يعني إيه اتصالحت مع نفسك؟ قررت اني مش هحط الفلوس هدف. هحب نفسي وهخاف على نفسي اكتر ما هخاف على الفلوس، وكل حاجه هتيجي بسهوله. عارفه انا نفسي ارجع اعيش الحاجات اللي انا حرمت نفسي منها عشان احوش. حلو اللي انت بتقوله ده. وانت كمان هتكلمي الراجل تعتذري له علشان ما عرفتيش تروحي امبارح، وهتروحي. لا طبعا. لا انا مش جاهزه لحاجه زي دي خالص. انا هدخل اقرا نشره قدام الكاميرا، مش عايزه اعمل كده. اللي انتي بتقوليه ده انسي كل حاجه وما تفكريش غير في حاجه واحده بس، ان انتي شاطره وان ده حلمك اللي انتي عايزه تحققيه. عارفه انا وانا ببيع ادويه متجدوله
كنتش حاطط حاجه في دماغي غير ان انا اكسب وبس. لو كنت حاطط في دماغي ان انا بعمل حاجه خطر كان زمان يتقبض عليا. احنا اللي هتقبض علينا دلوقتي. ما تفكريش في اي حاجه غير ان انت هتنجحي بس. زي ما انا نجحت وانا ببيع الادويه متجدوله. يا ابني بس بقى. مش هنزل. مش مشكلة هنحاول تاني وتالت وتقدمي في حتة تانية وهتشتغلي. نجحت واتقبلت وهتمرن من الأسبوع الجاي وهشتغل كمان 3 شهور. طب انتي عاملة كده ليه؟ أنا قلت انتي ما تقبلتيش. عشان أنا مش مصدقة نفسي يا علي. شكرا بجد. أنا ما عملتش أي حاجة. انتي اللي عملتي كل حاجة ونجحتي. زي ما أنا نجحت بالظبط وأنا ببيع الأدوية متجدولة. يا ابني بس بقى اسكت. بقول لك إيه؟ أنت معاك فلوس؟ على فكرة أنا كلمت علي وقال لي إن هما في الطريق. شفتي؟ اتقابلت في الشغل أهي. قالت لي الحمد لله يا رب. الحمد لله. نادية ممكن أطلب منك حاجة؟ لا. ليه يا نادية؟ عشان عارفة أنت عاوز تكلمني في إيه؟ وأنا وهي متفقين على اتفاق. طب عشان خاطري. بصي واحد من اخواتها هيروح معاها ومش هيسيبها خالص. تمام؟ وتبقى مطمنة عليها على الاخر. وسيبها تجرب. لا يا حسن. انا بقول لك عشان خاطري يا نادي. وهي لو اتقبلت هتجيب لك الدور لحد عندك وانت تقول لي رايك فيه براحتك. صح يا هند؟ ايوه طبعا ده اكيد. هعمل حاجه من وراك يعني؟ هو انا يفرق معايا الدور كويس ولا لا؟ انا مش عاوزاكي تشتغلي الشغلانه دي. ليه يا ماما بس؟ ليه يا ناديه؟ كده. هي هتبقى هواية جنب الدراسة، وبعدين مش عرفني يا ست مش يمكن يطلع عندها موهبة؟ طاهر هيوصلها ويرجعها تاني. هوصل مين؟ هتوصل أختك، عندها ميعاد هتوصلها وتجيبها. عندي مواعيد يا بابا. أنا عندي مذاكرة مش هعرف أنزل. أنا أقول لك خلاص هوصلها. وتوصل ليلى السنتر كمان. حاضر يا بابا. حبيبي انت يا طاهر. ايه يا حسن؟ هو انت بتتفق على اساس ان انا موافقه؟ ما خلاص بقى يا ناديه. انا قلت خلاص يبقى خلاص، ماليش كلمه في البيت ده ولا ايه؟ سيرك في الاداء يا بنتي. تحفه. مش حلو. لا حلو. ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده؟ اوبا. طب خش. ايه الحلويات يا عم؟ ايه ده؟ الله اكبر الله اكبر. كنت عايز اشتري كام حاجه كده فقلت اخد اروى معايا يعني. ايه رايكم في الشياكه؟ فظيع. قمر قمر. افهم من كده انه قمصاني هتترحم؟ اقفى عليها كده بقى. طب وهتسلفني البنطلون ده مره كده الريش ده؟ اه طبعا بس ترجعه. ايه يلا بينا احنا عشان معادنا.